ورجعنا لحضراتكم تاني وفقرة الصحافة الدنيا فيها ايه، نتجول في صحف واخبار. النهاردة عندنا اخبار كتير من كل الصحف النهاردة، ومعايا ضيفي بيشرفني عبر التليفون الاستاذ هاني دانيال الكاتب الصحفي. استاذ هاني اهلا بيك. اهلا بيك، صباح النور. صباح النور يا فندم. بقى نشوف مع حضرتك يعني اول خبر معانا من جريده اخبار اليوم، وعلى صفحتها الاولى الخبر بيقول قمه مصريه فرنسيه نهايه الشهر، وزير خارجيه فرنسا نجاح مصر يدعم الاستقرار في الشرق الاوسط. طبعا يعني اعتقد ده هيكون اللقاء الاول ما بين الرئيس السيسي وما بين الرئيس الفرنسي الجديد. بتشوف ازاي التعاون المصري الفرنسي في الفترة الأخيرة، وشفنا تعاون بأشكال مختلفة منها على مستوى القوات المسلحة وشراء بعض الأسلحة من فرنسا، وشفنا أن فرنسا دايما بيبقى لها دور واضح في الأمور الإقليمية اللي مصر بتكون طرف فيها. يعني طبعا هو في الفترة الأخيرة كان في تقارب مصري ألماني فرنسي، وده انعكس بدوره على كتير من الملفات. صحيح. وخاصة ان مصر يعني استعادت دورها الاقليمي ورونقها وتأثيرها في بعض الملفات اللي يهم اوروبا تحديدا كان الملف الليبي، فدي بالنسبة لهم مشكلة كبيرة، مشكلة المهاجرين عبر البحر المتوسط والهجرة غير الشرعية. فمن هنا التقت المصالح والتقت رغبات الطرفين في وضع حل هذا الأمر، وده انعكس بدوره على التقارب بين الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارة بحفل فرنسا مع الرئيس السابق فرانس هولاند، ودلوقتي حاليا المفروض مش عارفين لسه توجه إدارة ماكرون. تمام. هيبان اكثر في القمه دي، هيبان اكثر الملفات اللي هيتم مناقشتها خلال الفتره دي، وان كانت لن تخرج عن الازمه الليبيه وملف الهجره. ده عامل قلق كبير لاوروبا، وبيتم بيعولوا كثير على مصر ان هي يكون لها دور في الحد من هذا الامر. اتعودنا دايما استاذ هاني ان الدول الاوروبيه الكبيره او الدول الكبيره عامه في العالم فكره الحاكم مش بيفرق قوي في التعاملات ما بين الدول، وتظل المصالح تتصالح والعلاقات المثمرة تظل دائما بدون النظر إلى الحاكم. وأعتقد أن ماكرون كمان بيحمل يعني سياسات متوازنة مع كل دول العالم ولا سيما مصر. يعني مثلا بعد 2013 كان ممكن يكون في بعض التوتر شويه في العلاقات المصريه الاوروبيه، لكن طالما هناك بعد 2015 الموضوع اختلف بسبب تزايد ملف الهجره وتوافد اكثر من 900 الف او مليون شخص لاوروبا. طبعا. فبالتالي ده عامل قلق كبير جدا. إدارة الرئيس الجديد إيمانويل ماكرون احنا لسه مش عارفين توجهاته، غير ان هو برضه عنده مشاكل وتحديات داخليه، لكن طبعا في ثبات مواقف في المواقف في السياسه الدوليه. فرنسا والمانيا بيعتبروا رمانة الميزان في اوروبا، فبالتالي الهواجس التي تتعرض لها اوروبا بتكون على راس الاجنده التي يبحثها سواء مصر المانيا ميركل او ماكرون مع اي رئيس اجنبي. فبالتالي المناقشه مع مصر هيكون لها دور، وكذلك ملف مكافحه الارهاب. تمام. فكلها ملفات تتلاقى المصالح، اللي هي السياسه هي تتلاقى رغبات الدول ومصالحها في الحفاظ على بعض الثوابت بغض النظر عن اي اختلافات اخرى. صحيح. معي خبر اخر استاذ هاني من جريده الوطن، وعلى صفحتها الاولى الخبر بيقول مصر تستعد للمشاركه في اعاده اعمار المدن والقرى العراقيه بعد طرد الدواعش. وفي سطر اخر مدبولي يعرض مشروعات الاسكان على نظيرته العراقيه، وان ندرس نقل تجربه الاسكان الاجتماعي
المصرية. يعني خبر مفرح إن العراق ابتدت أو طردت داعش من المدن اللي كانت محتلاها، ودلوقتي بيعاد إعمار العراق، وأعتقد العراق تلتمس مساهمة مصرية في إعادة بناء العراق، وطبعا ده في لي استفادة لمصر والشركات المصرية العاملة في مجال المقاولات. رأي حضرتك؟ يعني ملف اعمار العراق وملف اعمار سوريا مطروح منذ فتره، وعدد كبير من المنظمات الدوليه والشركات الاجنبيه حاطين الموضوع نجد بعينهم، وواخدين الموضوع بشكل تجاري بحت اكثر من هو انسان. يعني صحيح الموضوع كله بيزنس. مصر يعني ما دخلتش في الموضوع قوي، وما اشتركتش في الاجندات دي، وما اشتركتش في الاجتماعات دي. يعني اخر اجتماع كان من كام شهر كده، كان في لندن بيبحث اعمار سوريا والعراق بعد طرد داعش، وتم الاتفاع على تقسيم التورته من الميزانيه. هتبقى يعني احنا قرينا تقارير اجنبيه بترصد ان الموضوع محتاج فوق يعني 900 مليار دولار. يعني في الامر انه ما حدش عارف مين اللي هيدفع الفاتوره دي. يعني مين اللي هيدفع تكاليف اعمار العراق او تكاليف اعاده اعمار سوريا؟ فده السؤال. يعني اذا كان بعض الشركات المصريه ممكن تشارك في العراق او في سوريا، ده هيبقى لا يزيد عن 1 أو 2% بالكثير من المشاريع الثانيه، لان الدول الاجنبيه بتنظر الموضوع باستراتيجيه وبتبحث عمليه ان هي ازاي تحفظ حقها. فاذا كان ليها دور سلبي في بعض في دعم بعض الجماعات المسلحه التي يطلق عليها معارضه، يعني انما هي جماعات ارهابيه ومتطرفه، لان من يمسك السلاح لا يمكن تصنيفه ان هو معارضه. فبالتالي هي بتحضر ايضا للاستفاده من الفاتوره الاخرى في اعاده الاعمار. طبعًا. وبالطبع سيكون الثامن هو النفط. صحيح صحيح. معي خبر آخر من اليوم السابع وعلى صفحتها الأولى، بتقول انفراد حماس تنتهي من بناء المنطقة العازلة على الحدود بين سيناء وغزة. طبعا احنا عارفين ان حماس كانت يعني بتقوم بعمل منطقة عازلة على الحدود ما بينها وما بين سيناء، واحنا كنا نتمنى الحقيقة، انا مش من المعارضين يعني، لكن بتشوف ازاي حضرتك التقارب الاخير ما بين حماس وفتح برعاية مصرية خالصة في الفترة الأخيرة، وشايف هذا التعاون أو هذا التصالح ماذا يثمر، وأهمية دور مصر في هذا التصالح؟ يعني هو الموضوع لي ثلاث أبعاد. البعد الأول هو محاولة تضييق الخناق على الجماعات الإرهابية التي كانت تستغل الأنفاق في الحصول على دعم لوجيستي من قطاع غزة، وإدخال بعض الأسلحة وبعض الشخصيات المدربين جيدا إلى سيناء. تمام. وده كان عامل هاجس كبير لقوات الأمن المصرية. وهي حماس يا فندم، حماس يا فندم ما كانش ليها دور في ده، في إن هي اللي بتدخل أسلحة وهي اللي بتدخل الأنفاق وهي اللي. لا أنا بقول إن الأنفاق كانت بتستغل في تقديم دعم لوجستي. أنا ما قلتش حماس أو ما قلتش، أنا بقول لكن كانت تدار تحت رعاية حماس. أنا الحقيقة بشوف ليس كل الأنفاق كانت تدار تحت سيطرة حماس، وليس طبعا. كل ما يأتي من قطاع غزة تحت سيطرة حماس، وأحيانا في بعض الفترات كانت حماس تغض البصر عن أي محاولات للتسلل بعض الأفراد أو تقديم بعض الدعم للجماعات من خلال القطاع غزة. يعني مش شرط ان يكون هي اللي بتساعد، انما كان ممكن تكون متورطة في عدم مواجهة هؤلاء الافراد. فبالتالي حتى الفترة الاخيرة بعد التقارب الاخير بين القاهرة وحماس، بعض الاكونتات على تويتر وموقع التواصل الاجتماعي للجماعات المتطرفه في سيناء قالت ان التنسيق بين مصر وحماس مش هيمنعنا من ان احنا نواصل ضرباتنا وعملياتنا. تمام. لكن المختلف في الامر ان الفتره الاخيره حماس شددت التسلل بعض الافراد لدخول الى سيناء، وشفنا ان احد المتطرفين فجر نفسه لانه كان معاه احزام ناسفه وكان يريد ان يمر على الانفاق، ولكن مع تواجد شرطه حماس اضطر ان يمكن.
ده ما كانش. طب انت حضرتك بتشوف ازاي، لماذا خضعت حماس في الفترة الأخيرة لفكرة المصالحة؟ لماذا خضعت حماس في الفترة الأخيرة للقرار المصري أو للرغبة المصرية في وجود تصالح؟ هل حماس تراجعت عن دورها المأساوي اللي احنا بقالنا سنين بنتكلم عنه؟ والحقيقة أنا بشوف شيزوفرينيا في الإعلام المصري. احنا من شهر فات ومن 4-5 سنين فات ولغاية شهر فات بنتكلم عن دور حماس الإرهابي ودعمها للإرهاب في سيناء، وفي يومين اللي فاتوا شايف إعلاميين مصريين بيخرجوا بيطبطبوا يعني على حماس، وإن هي يعني في علاقة وطيدة بيننا وما بين حماس في الفترة الأخيرة. شوف إزاي ده، بتشوفها يعني إزاي يا فندم هذه الصورة؟ مثلا شايف هو الموضوع مرتبط بثلاث أبعاد. البعد الأول كنا بنتكلم عليه في عملية محاولة السلطات المصرية لتضييق الخناق على الجماعات الإرهابية التي تحصل على دعم جزيرتي من قطاع غزة. تمام. فالاتفاق الأخير ده بيصب في هذه المصلحة ومحاولة تكثيف منابع إمدادات أو مساعدات سواء عسكرية أو لوجستية لهذه الجماعات، عشان خاطر أنت تقدر تخنقها شوية، تقدر لما مع الحصار ومع امتداد فترة الحصار تقدر تقتلع هذه الجماعات، ان يعني هي موجوده في بيئه حاضنه شويه لبعض التطرف، تستغل الانفاق، تستغل كثير من الاماكن التي لا يعني غير محكم عليها قوي من الامن، ان بيستغل الطبيعه الجغرافيه اللي فينا في تقديم هذا الامر. تمام. البعد الثاني في الامر هو ضغوط مصريه اماراتيه سعوديه على حماس وعلى السلطة الفلسطينية وحركة فتح من أجل تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة اللي تقدر من خلالها تحريك المياه الراكدة في عملية السلام في القضية الفلسطينية. تمام. مصر تحرك في هذا الأمر أستاذ هاني، إنما في فلسطين. البعد الأخير هو محاولة تغيير القواعد اللعبة شوية في الشرق الأوسط. أيوة. حماس تم محاصرتها الفترة الأخيرة ماليا وتم محاصرتها سياسيا ودوليا، فبالتالي غيرت من الاستراتيجية بتاعتها للفترة الحالية في أنها تتقبل الشروط المصرية لتحقيق ده، من قطاع غزة بيئن كتير، ويتواجد محمد دحلان الفترة الأخيرة كان ليه دور أدي مساعدات كتير لقطاع غزة. صحيح. فالموضوع بيتشكل من وجود، فعشان كده الموضوع ده زي ما حضرتك هو ثلاثي الأبعاد وليس له بار واحد. بنتمنى ان هذا التصالح يستمر، ويعني حماس تصدق فيما يعني قالته صراحته في الفتره اللي فاتت عن وجود تصالح كامل، ويبقى التصالح بشكل كامل ما بين حماس وما بين فتح، ويكون ده مؤشر جيد ل يعني في التعامل في القضيه الفلسطينيه الاسرائيليه. انا بشكرك جدا استاذ هاني دانيال الكاتب الصحفي على كل التحليل القيم لاخبار النهاردة. ألف شكر وصباح النور. طب أنا يعني في آخر خبر نشوفه كده على الشاشة، بيقول المصر اليوم على صفحتها الأولى بيقول 7.6 مليار جنيه أرباح شركات قطاع الأعمال خلال عام، تحسن 59 شركة، والأدوية تخسر 505 ملايين جنيه. الحقيقة قطاع الأعمال طالما سمعنا عنه خلال السنوات الماضية إن هو قطاع خاسر وبامتياز، يعني على طول كان ماشي في شركات قطاع الأعمال شغالة في الخسارة، لكن جميل ان احنا بنسمع ان في مكاسب 7.6 مليار جنيه ارباح هذه الشركات، وفي تحسن ل 59 شركه، وده امر جيد، وبنتمنى ان هو يوصل، يبقى في تواصل مستمر. معايا خبر برضو من اليوم السابع وموجود في اعتقد معظم الصحف النهارده، منها الاهرام، الانتهاء من تنفيذ 17000 شقه، 950 فيلا بالعاصمة الإدارية الجديدة، والماسة مفاجأة العاصمة الإدارية في احتفالات أكتوبر. امبارح تم افتتاح
فندق الماسا في العاصمة الإدارية الجديدة. الحقيقة اسمحوا لي أقول يعني مش بس فندق، ده يعتبر زي منتجع للماسا. طبعا احنا عارفين أن فندق الماسا هو تابع للقوات المسلحة، بس الغريب والعجيب من الصور اللي احنا شفناها، أول ما تشوف الصور ولو حضراتكم بتدخلوا على جوجل أو على المواقع الأخبارية المواقع الإنترنت تشوفوا صور، شوفوا صور فندق الماسا من الخارج ومن الداخل، ويحطوا قدامك حاجة مهمة جدا، أن ده اتبنى وتشطب ومش عارف ايه خلال سنة واحدة بس. خلال سنة واحدة بس تم عمل هذا الصرح الكبير جدا والعظيم جدا. خلال سنة واحدة بس تم تنفيذ 17,000 شقة، 950 فيلا. طبعا دول هيتعرضوا للبيع في الفترة اللي جاية، لكن أعتقد تحية لكل القائمين على العاصمة الإدارية الجديدة، إنجازات كبيرة جدا، وواضح إن هم يعني في نية فعلا إن يتم إنجاز الأعمال في ظرف شهور. وأنا كنت معدي من فترة كده شفت صور العاصمة الإدارية الجديدة، برضو حاجة مهولة جدا إن ده الكلام ده يحصل خلال شهور. ده اللي يعني اللي يقعد يبني عمارة كده حبيت ما بيطلع بالدور الخامس ولا السادس بتبقى السنة عدت يعني. فما بال حضراتكم فندق بهذه الضخامة، منتجع كبير بهذه الضخامة. أعتقد أن العاصمة الإدارية الجديدة هتبقى يعني شيء مختلف في جمهورية مصر العربية. أنتوا عارفين حضراتكم هيتم نقل ليها رئاسة الجمهورية، فتح افتتاح أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط هناك، مشيخة الأزهر هيبقى عليها مكان هناك، كل السفارات والوزارات وكل يعني الأماكن المهمة في البلد هتبقى في العاصمة الإدارية الجديدة. وده شيء الحقيقة يدعو للأمل، زي ما بنقول حاجات تدعو لأن الواحد يبقى قلقان ومشاكل اقتصادية، لما تبقى في حاجة تدعو للأمل والتفاؤل والأخبار الحلوة نحب نقولها لحضراتكم في صباح النور كده، وتبقى بداية يوم خير إن شاء الله. إن شاء الله أشوفكم يوم الاثنين وفريق عمل جديد في برنامج صباح النور. استمتعت جدا بوجودي مع حضراتكم النهاردة، وإن شاء الله يوم خير يكون مليان خير وصحة وسعادة لحضراتكم. أشوفكم على خير وإلى اللقاء.